صدقت أن لكل سوء المنافقين جاهز لا بضر. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني الفقرة الثانية يا أيها هذا نداء للمؤمنين الذين آمنوا. يا هي حرف بالقريب ولا بعيد؟ القريب. حرف نداء للبعيد. وهذه البعد المكان نتاعه، لأن يا أيها الذين آمنوا يا مكانة رفيع، لذلك يا حرف نداء للبعيد. ولنا الأحياء. الأحياء. قول نعم هي لا تكون الذين آمنوا. أي هو المنادي؟ والهاء تنبيه، حرف تنبيه، حرف تنبيه، حرف تنبيه، حرف تنبيه. يا أيها الذين آمنوا، إعراب الذين، اسم موصول، أيوه مش عارف، بدل، نعم، الإعراب بتاعك، بدل من أيوه، يا الذين آمنوا، يسأل الذين، هو المنادى الذين آمنوا، إذا بدل من أي، بدل منين؟ بدل بتاع أي، مفرد أي، فلك البدل. يا أيها الذين آمنوا، أي صيغة الموصول لا محل لها من العرب. وشفنا النداء الأمانة للذين آمنوا، قداش كم النداء في القرآن؟ 90 نداء الذين آمنوا، 90 كم 90 مرة يا أيها الذين آمنوا، ومرة بركة يا أيها الذين كفروا. وقت إيش الآية؟ يوم القيامة، خاف الأبناء وما لا يسمعون. ليس لهم عقول وليس لهم اسماء، ولذلك لا يخاطب الا لا ينادى الا من كان له سمع. ولذلك لا نجد نداء الكفار في الدنيا لانه كافر لا يسمع لا يعقل. وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعي، اذا لا عقول لهم. اذا المؤمن شهاده، اذا اللي يحس نفسه انه معني بالنداء هذا فهي شهاده انه حي وانه يسمع وانه يفهم وانه قادر على الاجابه. اذا يسمع يفهم قادر على الاجابه، اذا حي. في مواصل أو من كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا أحيانا باش الإيمان لتنذر من كان حيا والمؤمن حيا وتصبح حياة إيمان. إذا يا أيها الذين آمنوا، وقلنا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا فإن إما خير تؤمر به أو شر أو بشرى تزف إليه أو شر أو بشرى. إذا كل سمعت يا الذين آمنوا إما أمر بخير والنهي عن شر أو بشرى تزف إليه. يا أيها الذين آمنوا لا أهلنا لا تلهكم لا شغلنا لا نهي من نهي جزم خطأ أنا خلق أعلنا فين جزم نتاعك حد في اليد لا تلهيكم. إذا أقص أتلهي أقص أتلهي هي حذف يا دي حذف شنو هذه حرف حرف العلم حرف علم هي حرف علم. إذا باش يصير يلزم لنا بحرف حرف. إذا تلهيكم أقاش تلهيكم أقاش تلهيكم. إذا هنا عرفنا يقينا أنها لا أن إذا هذا نهي هذا نهي لا تلهيكم أموالكم. شنو عرف أموال؟
خودي هذا دم هذا فعل انا هيدوني الموال تسرع شوي الكم الموال يا مضافه الي مضافه لا تؤايكم لي هذه هي مفهومين على هذه مالكم لا مضافه الي اي تلهي اموالكم تليكم انتم فالاموال هي فاعل وفعل لها شؤون الاموال والمفعول به شنوكم انتم اموالكم مضافه الي ولا اولادكم ولا اولادكم عن ذكر الله طيب شيخ الولاد الثاني شنو لا كيفي لا تلهكم اموالكم ولا نفيا ولا اولادكم لا نفي لا تلهكم اموالكم وأقول لكم لا تلهكم أولادكم أيضاً أموالكم وأولاد ولا أولاد هذا وهذا لا تلهكم أموالكم ولا تلهكم نشفع الفرق من معنى إيه لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله شو لاحظ في السياق هذا؟ أنا أشرح حديث الإعراب خاصة لأن الأصل أن الإنسان هو الذي يشتغل بالمال أقول لا الأصل الإنسان هو الفاعل لكن قال لا تلهكم اموالكم اموالكم هي الفاعل كان شكون قاعد يولي المال والمال لماذا او هذا التعبير القراني كلام الله سبحانه وتعالى لماذا الشيطان يزينها لبيان كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يحمي المؤمن من المال ومن الولد فقال كان النهي متوجه لا تلهكم اموالكم لان الفاعل هي الفاعل كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحمي المؤمن من إلهاء الأموال والأولاد فجاء بالنهي لن الأموال والأولاد لا تلهيكم الأموال أموال هي تلهي والحال أن الإنسان هو الذي يتلاحى بالمال لكن لحفظ المؤمن وبيان قيمة المؤمن عند ربه يريد أن يحفظه الناس من إلهاء الأموال والأولاد لا تلهيكم أموالكم فالذي يلهي هو المال كأن الفاعل هو الفاعل هو المال والفاعل هو الأولاد هي التي تلهي والمفعول وقع الفعل هو المؤمن أراد أن يحييه فقال لا تلهكم كأن الخطاب بالأموال ومن وراءه يعني لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم أنت يا مؤمن لا أنا أريد أن أحفظك من هذا أنت أيضا أحفظ نفسك ولا تشتغل بالأموال والأولاد عن ذكر الله لا تلهكم ما معنى لا تلهكم؟ تشغل أشغالكم كيف سنقرأه بيوم؟ لا تشغل تشغل أشغالكم لا تشغلكم لماذا قال لا تلهكم أموالكم؟ لماذا البيان القرآني عبر عن الإشغال والإنشغال بالمال والأولاد قال لا تلهكم ليس اختار البيان القرآن لنا اختير اللفظي على تلهم لأن اللهو ديما ما فيهوش خير بينما الشغل قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر ولذلك قال لا تلهكم لأن اللهو يعني هو عبث اللهو عبث ولا فائدة فيه بينما الشغل فما شغل باهي شغل يعني شغل يعني محبب وشغل مذموم ولذلك ربي سبحانه وتعالى يقول ان اصحاب في سوره ياسين ان اصحاب الجنه اليوم الشغل حاجه باهي ولا شيء باهي؟ في شغل اذا الشغل قد يكون في امور باهي لكن لا يكون في ولذلك اختار لفظ والمعنى هو لا تشغلكم نعم لكن لماذا قال لا تلهكم وخرج لا تشغلكم؟ لان اللهو يكون في الامور المذمومه ولكن الشغل قد يكون ينشغل الانسان ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لا شغلا شغلا انها الصلاه شغلا اذا ان يعني الشغل يكون في البال يكون ايضا في غيره بينما لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم هذه النقطه الاولى لماذا قال لا تلهكم وقال لا تشغلكم لان في الشغل قد يكون الانشغال قد يكون الانشغال في ما يفيد لكن الله عاده في ما لا يفيد الله الحديث معنا الحديث نعم لا وحده لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم اذا الله اراد ان يحمي المؤمن
فنسب الالهاء وجعل الفاعل الالهاء والاموال والاولاد، والحال انه النهي المراد منه لا تنشغل يا مؤمن، الحقيقي لا تنشغل يا مؤمن بايش؟ بالاموال والاولاد. قال لا تؤمن اموالكم ولا اولادكم. تمام، لماذا كرر ولا اعيد؟ اما لا تؤمن ولا تؤمنكم ولا اموالكم ولا اولادكم ايضا. توكيد توكيد هذا يعني قد نشغل الاموال وحدها والاولاد وحدهم، وقد نشغل الاثنين معا. نعم، هذا هذا الله يبارك فيك. لو كان قال لا تهلكم اموالكم واولادكم، يعني الزوز مع بعضهم، يعني الاثنين مع بعضهم اثنين، يعني ما تشغلوش اموالكم واولادكم معنا لا. اما كنت تشغل واحد في شرط لو نحن حين لا وقرينا لا تهلكم اموالكم واولادكم، يعني الواو في دب الجمع، يعني اذا انشغلتم بالاموال او بالاولاد وهذا ممكن، اما الزوز لا، يولي النهي مشروط على اثنين. لكن كي قال اموالكم ولا اولادكم، لا هذه ولا هذه ولا الزوز، لا الاموال ولا الاولاد. اذا لا تهلكم اموالكم ولا تهلكم، لا هذا احد ولا احد. لان السؤال لماذا قدم المال على الاولاد؟ يريد اكثر فتنه المال اشد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. عندك عبد لا انا لا ربما شيخ، لان الاموال يعني لا تاتي الاولاد الا بالاموال. هناك من يحرم الاولاد. حتى في سورة أخرى، حتى في سورة أخرى قال المال والبنون زينة الحياة. وفي الغالب في الغالب في الغالب المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. شيخ في سورة قال لا تقتلوا أولادكم خشية تنمية، حتى جعل الأولاد تابع الأموال، قضية الأولاد والأموال متعلقة مع بعضها. على السورة مع بعضها سيدي يقدم الأموال، لأنه بالأموال ينجم يتزوج، وبالأموال ينجم يجيب صغار، وبالأموال كان ما يجيبش من الزوجة الأولى يتزوج الزوجة الثانية. قربت الأموال تهم الملك. يعني اختار من اختار الكلمة اللي يقبلها، اختار الكلمة اللي يقبلها تغري أكثر من اللي يقبلها. لا يعني لا ولا مال. لا عليك، الإنسان ينشغل ديوال يومي بأولاده أكثر ولا بالحياة اليوم المادية؟ وتلهكم له أولاده يا ساعات يحمل لي ساعة نصف ساعة يشوف من الصباح لنص النهار، يدي تحت ساعة يعاود يرجع، يدي مروح العشية يلقى شي ولاد ساعات يروح يلقاهم مراقبين. إذا انشغاله بالأولاد تلهكم أقل من انشغاله بال لا الانشغال. نعم الانشغال الإنسان في حياته من مدة زمنية أطول بكثير انشغال الإنسان بالأموال أكثر من انشغاله بالأولاد، وهذا طبيعي. وأيضا يعني وأيضا يعني تفاخر الإنسان بالمال أكثر من تفاخره وتباهيه بالواحد. نعم، ولذلك بالمال أكثر من الأولاد. ودخل جنته وقال قال وانا اكثر منك مالا، اكثر منك مالا واعز نافع، هذا الثاني تابع واعز نافع، اما اكثر منك مالا. اذا ايضا في معنى اخر ان تباهي الانسان، اولا انشغال معلوم، انشغال الانسان بالمال اكثر من انشغاله بالاولاد، هذا حقيقه من حيث المده الزمنيه. اثنين، ان تباهي الانسان وافتخاره بالمال اكثر من افتخاره بالاولاد. ولذلك هذا ليش ندخل الغالب الغالب تقديم المال على الأولاد المال. حتى في آية الجهاد وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. بأموالكم وأنفسكم على نفس المال، على المال والأولاد. لكن أحيانا نلقى في مواضع أخرى، لأن الدقيق في الدقيق كلام رب العالمين في المواضع هذه، يعني تقديم المال هو أولى لأن تلهم، لكن في مقام آخر يقدم الأبناء على الأموال على الأولاد على الأموال. لماذا؟ كيف؟ في سورة التوبة نقرأ لكم الآية وأنتم تقولوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا قدم الحب؟ حب تعلق القلب بالأولاد أكثر من المال. لذلك إذا كان مشكلة وقت الأبناء المال الكل يبدل،
يبدل ما يكون أجل. إذا في مقام الحب يقدم الإبن، في مقام الانشغال يقدم المال، وهكذا هو. واضح ولا لا؟ واضح. سيدي الرجال عادة ينشغلون بالمال أكثر من الأولاد، أما النساء فكأنه العكس. هو مو في الغالبية، هو غالبية يعني في الغالب في التغليب. نعم في التغليب. وانشغال بالوحدة من أولادها حتى تهتم بالأولاد وتفكر في ربما شيخي أنا المال متاح في كل الحالات، لكن الأولاد ليست متاحة لكل الوقت. الوقت ينشغل بهم الإنسان، إلا انشغال بالمال أكثر من البحث. انشغال الإنسان بالمال الوقت يقضيه على البحث على المال وعلى البحث. لكن في مقام الحب لا، في مقام الحب. وذلك قال في سورة حتى آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ومن بعد زاد والقناطير المقنطرة في الدنيا المال. لأن الحب، إذا في مقام الحب يقدم الابن ما طبيعي، في مقام لا والذي تشغل الإنسان يشغل بالمال، لأن المرأة ليش خاطر مشغول ما عندهاش حاجة أخرى، مشغولة على خاطر، ولكن المرأة تعمل كيفاش تعمل؟ خرجوا يزور اللي خرجت وتاخذ الوقت، أيوة تمرجوا، خاطر هي ظروف غرفة طبعاً تكون في الدار فقط، أما لو كانت برا ستنشغل بالمال عن ولد. إذا لا تلهكم أموالكم ولا علاش قال ولا أولادكم، لأن المنهي مش اللي مع بعضهم، واحد مني لا تنشغل لا أولادكم حتى على النساء. هاي الناس تشتغل بالمال لأولادكم. إذا لهذا ولهذا ولم تقل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله سمعت؟ أنواع عبادة، أنواع العبادة. القرآن شيخ حتى تلاوة القرآن وصلاة الفرائض هذا اتفقنا فيها، لكن حتى الصيام تلاوة القرآن وكل أنواع العبادة ولا فقط كل أنواع العبادة مش قلت علاش؟ كل أنواع إذا لما أقولك علاش؟ إذا لو قال عن الصلاة تولي محصورة في الصلاة، لو قال عن الجهاد تولي محصورة على الجهاد، عن قراءة القرآن ولي عن قراءة القرآن، كي قال عن ذكر الله متى العبادات كلها هي ذكر الله. كل ما أريد به وجهه. والعبادة ما هي؟ هي ذكر وشكر. تتلخص العبادة، ما هي العبادة؟ هي مجموعة ذكر مع شكر. تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تتابعوا المطلوب. ذكر مع شكر يساوي عبادة. إذا العبادة في مفهومها هي ذكر وشكر، ما تدخلش عليها دول. والذكر سمعت أي عمل تقوم به لله لا تذكر فيه، لا يكون الله حاضرا في قلبك أو في لسانك أو في مذنين، لا يكون ذكرا لا تكون عبادة. هكذا ولا لا؟ أي عمل تقوم به ولا يكون فيه في قلب أو في لسان ذكر لله لا يكون عبادة. إذا ذكر الله واسع، كلمة ذكر الله واسع، يعني كل عمل مطلوب من الإنسان أن يكون ذاكرا فيه لله. فالصلاة أقم الصلاة لذكري فالصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري. فكل عبادة لتذكرني بها، ما لذكر أي لتذكرني بها لأبقى، يعني لتكون ذاكرا لي. أقم الصلاة لذكري. إذا أي عبادة جهاد أيضا لتذكر لتعلي وأنت في قلبك لتعلي راية لا إله إلا الله، إذا تذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر أن يكون بالقلب، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والعصاب ولا تكن من الغافلين. إذا عن ذكر الله عن جميع العبادات بما فيها الصلاة، بما فيها الجهاد، بما فيها قراءة القرآن، بما فيها التسبيح، بما فيها كل أنواع الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كلمة ذكر فيها معنى النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش؟ في سورة يعني أرسلنا الذكر حاجة. لا الذكر هو القرآن، لا الذكر نحن نزلنا الذكر عن القرآن، وإن له لحافظون عن القرآن نزلنا الذكر القرآن. قال
إذن يا أيها الذين آمنوا نهي على أن يتلهى الإنسان وأن ينشغل بالمال أو بالأولاد أو بهما الاثنين عن ذكر الله كيف حكمت ذلك؟ بالأموال أو بالأولاد أو بالأموال والأولاد عن ذكر الله إذن نهي. قال بعدها ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. شو نوع الجملة هذه؟ شرطية ممتاز. شرطية فيها فعل شرط، جملة فعل شرط فيها جواب شرط. وين فعل الشرط؟ يفعل. طيب وين الجواب؟ أولئك هم خاسرون. والفعل شنو؟ ربط الجواب. ممتاز الحمد لله. من هذه شنو؟ من مصر. لا هذه شرطية عم تقولش أنت تسرع لو تركز شوية لا تسرع في إجابة. من قلنا شرطية كيف نقول موصول؟ كان هذا معنى هو الذي يقع ذلك. إيه الشرط وهذا الشرط. عدت الشرط. آخر وهذا آخر أن تكون ساعات تكون الذي يكون فاء تكون أشرب تكون اسم موصول أشرب معنى الشرط في معنى الشرط. ما هي شو الشرط؟ ومن يفعل ذلك على إذا كان عليه يتحقق عليه الشرط لا يجيب النزول. من هذه اسم شرط باسم شرط بدليل يفعل. فهمت كيف أقول؟ لو كان الذي اسم موصول ما يصير اسم موصول ما يصير. أيوه ومن يفعل ذلك ومن يفعل باش مجهول اسم شرط ماش نقول عليه عندنا جازم ممتاز جازم بفعله أشوف جازم بفعله. طيب فعل الشرط وفعل جواب الشرط هنا معلش لماذا جاءت الفاعل هنا؟ رابط الجواب. لماذا جاءت الرابط الجواب؟ اسمية. يعني بعدها؟ اسمية خبر. جملة اسمية، جملة اسمية. اسمية عربية وبجامد وبما ولم وبقد والتنفيس. شفنا فأولئك فأولئك الفاعل يعني جملة اسمية، إذا جملة اسمية تربط تكون جواب الشرط لابد أن تكون مقرونة بالفاء رابطة لجواب الشرط، رابطة لجواب الشرط. طيب. شوف جملة فعل الشرط فعلية ولا اسمية؟ فعلية. وجملة جواب الشرط اسمية. ما الفرق بينها؟ فرق بين جملة اسمية وفعلية. جملة اسمية شو فيه؟ إذا الجزاء جاء بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية فتفيد الثبوت والدوام. الدوام. ولا الفعل المضارع شو فيه؟ الفعل المضارع تجدد. الفعل المضارع يفيد التجدد. شوف شوف دقة القرآن سبحان كلام الله. لو قال ومن فعل ذلك فأولئك هم الخاسرون تولي مأساة بالنسبة للإنسان. من نعم أحسنت. لأن من فعل هذا مرة واحدة قال ومن يفعل أي ذلك يجدد يعمز بزيد وهذه في رحمة ربي سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح. لا لأنه مش حتى تدور لا أن الخسارة لا تكون لفعل واحد لمرة واحدة لأن يتجدد منه الأمر. شوف هذا يعني ما قالش من فعل لو فعل مرة يولي فيولي ما يناسبش الجزاء الفعل. لا إذا الجزاء جاد من الخاسر لماذا قال ومن يفعل يتجدد ذلك من باستمرار يعاود يزيدك ويعاود يزيدك منشغل يومين إذا ومن يفعل ذلك فأولئك وذلك ليس الفرق بين الجملة الفعلية وجملة الاسمية لأنه قد ينشغل لكن قال من يفعل أي يتجدد ذلك منه. قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط ينزل يعاود ينزل لا يستمر التنزيل. إذا من يفعل جاء جملة فعلية وما قالش ومن فعل ذلك قال ومن يفعل أن يتجدد ذلك من المرة والأخرى المرة يزيد والمرة الثانية فأولئك هم الخاسرون يتناسب مع ذلك. قال ومن يفعل أنا كنت ننتظر فضل هل في القرآن من غير مضارع يعني في يكون فعل مثلا ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. المرة أنا في كفر خالص. ومن عاد فينتقم الله منه يؤمن يدفن بعد ومن عاد فينتقم الله منه هنا ومن يفعل ذلك رحمة ربي سبحانه وتعالى من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لاحظوا هنا كنا ننتظر نحن في عقولنا القاصرة
يعني يكون العضوان يتفاهم للفعل العارض تعلم أحسن هذا شو سيب جسد. كنا ننظر أنه بعقولنا الخاصة لا تلهكم أموالكم ولا أولاد، ومن يلهيه ذلك فأولئك أو من يلهي ذلك فأولئك هم الخاسرون. هكذا لا لا تلهكم ومن يلهي هذا مذهب عنهم. قال ومن يفعل، لأن ملول الفاعل شكون قلنا الأموال، حتى ما تتنصلش من مسؤولية تولي هنا بسؤولي مسؤولية خاطر جزاء تولي ومن يفعل. ملول حب يحميك قال لك لا تلهكم أموالكم وكذا، لكن من بعد جاء جزاء قال ومن يفعل، لأن الجزاء نتيجة الفعل. وكان قال ومن ألهته ومن ألهاه ذلك فأولئك هم الخاسرون. تولي كأنه مسكين، كأنه مسؤولين ما عندهمش مسؤولين، شيء يوقع عليه وهو ما ينجمش يتنصل منه. لا قال ومن يفعل، راك أنت هو تعمل فيه بالآخر باختيارك، باختيارك حسن باختيارك. لأن شوف دقة التعبير القرآني، لم يقل ومن يلهي ذلك، ومن يلهي ذلك فأولئك، لا قال ومن يفعل هو الذي يفعل. لنا باش تظهر مسؤولية الإنسان الفعل، ولذلك قال جزاء خاسر وخسارة جزاء. إذا ومن يفعل ذلك، ذلك شنو تعود شنو؟ ذلك الفعل الله، الله الله حسن الله. ومن يفعل ذلك الله فأولئك هم الخاسرون. أين عقبوا الجملة هذه؟ مبتدا أولئك مبتدا ضمير فصل، ضمير فصل ممتاز، خبر ضمير فصل خبر. فما عرب ثاني ممكن ولا لا؟ لا كاسم إشارة خاسرون بدل. نعم خاسرون بدل اسم إشارة، وهم وين وين الخبر نتاع أولئك؟ اسم معرف بأن بعد اسم إشارة فهو عطف أو بدل. وين وين المعرفة؟ هم بيناتهم هم الخاسرون، هم بيناتهم هم بيناتهم. إما نقول هذا العربسي، إما نقول أولئك لعلنا كرهنا الخاسرون في غير القرآن شو نقول؟ فأولئك الخاسرون صحيح ولا معنى؟ أولئك الخاسرون لا، لكن هذايا سموه العلماء ضمير فصل، فصل بين شنو؟ بين مبتدا وبين خبر، هذاك عشان فصل. الحصر يؤتى به ناس للحصر للتوكيد، توكيد والحصر للحصر معركة ومعركة للتفريق بين النعت والخبر. بين شو نعم؟ بين النعت والخبر. إذا لقيت ضمير فصل يعني النعت نحيه ذهني تماما، نحي تذاب تماما، لأن قلت أولئك الخاسرون الذين كذا وتولي صيف أتولي صيف. لكن قال لهم لابد أن نتفرق بين النعت وبين الخبر جزما أنه خبر. الإعراب الثاني قلت لكم هم هم أولئك مبتدا هم الخاسرون الخبر الكل، وهي جملة اسمية هذه مبتدا وهذه خبر، ولكن الإعراب الثاني أول. إذا ضمير فصل أوتي به لماذا؟ لأن قلنا للحصر توكيد حصر كله، أي أن الحصر نوعان، الحصر نوعان نأخذهم هم أكثر شوية نوعان نشوفهم نحن الأغلب فيهم. الحصر نوعان حقيقي وادعائي. إذا كان الحصر حقيقي يعني الحكم محصور على الأشياء اللي جاء فيها الحصر، نقوله حصر حقيقي، حصر حقيقي. لهنا حصر ادعائي وقتاش؟ إذا كان بعض أفراد تخرج، بعض أفراد تخرج، مثال قل أولئك هم الخاسرون، يعني الخسارة محصورة في هذا، ما قلنا؟ ما قلنا لا حصر لا، لكن نعرف بالقرآن فما غير هذوما خاسرين ولا لا؟ إذا يبقى حصل ادعائي وليس حقيقيا، فكأن خسارة غيرهم لا عبرة بها، وحصل ادعائي فكأن خسارة غيرهم فما أصلين فخرين يعني. إيه فما خذ فما هذا يعني مع غير حقيقي خذ ما خذنا فما صار فخرين الخاسرين. إذا فكأن خسارة غير معتبرة، هذه خسارة للخسارة، هذه الخسارة يسموه قصد ادعائي. تقول إن أنت إلا نذير النافع، يعني ما أنت إلا نذير،
بل هل يحصل ما إلا أقول لك وأقوى إذا حصل نفي والإثبات. طيب هل حصل أنا حقيقة ولا ادعاء؟ ادعاء لأنه مش نفي فقط وبشير أين؟ تسمى حصل ادعاء. إذا كان حصل يعني ما يخرج منه حتى شيء، ما حصل حقيقي. كي تقول حصل حقيقي وما لم يحكم بما أنزل الله إلا إلا هو الكافر. نعم نعم حصل حقيقي هم الكافر. إذا لنا الحصر يسمى حصر حصر ادعائي. لو كنا حصر فقط بنقول، لكن ما دام بنتقاد نطالب العلم شوية ونفرقوا بين الحصر الحقيقي والحصر الادعائي. لو بيجي قدامنا من وكاية نفرقوا بين الاثنين. كل واضح إن شاء الله مرتين ثلاثة تولي اثنين. شوف شنو هي ترتب على التفريق بين الحصر الادعائي والحصر الحقيقي؟ لا مو هو الحصر الحقيقي يعني الحصر الادعائي، لأن يعني من باب التأكيد كأن الخسارة هذه رغم أنها إلا خسارة فما غير. فزيادة يعني ترغيب من الأمر أو ترغيب إذا كان أو ترغيب في الأمر، يعني هذا الفلاح فأولئك هم المفلحون، هم المفلحون. إذا كان فما إذا يعني غيره كأنه الفلاح بتغييره مش معتبر فما موجود، كثير فما خسارة غير خسارة كم كأنه مش معتبر ليس خسارة. هذه البيان يعني قيمة والخسارة هذه، فكأن الخسارة هذه. ولذلك لهنا السؤال، لماذا قال الخاسرون؟ لماذا ختم الآية؟ ما قالش أولئك أصحاب النار ولا أولئك لهم عذاب ولا أولئك خالد شجاع. طيب ليش يناسب قال الانشغال بالأموال باش؟ مو بالتجارة بالبيع ولا ويحاشم والمال شنو غاية الإنسان بالتجارة؟ يلقى روحه في الآخر خاسر. إذا أراد الربح فجاز. والأولاد في الوقت والأولاد في الوقت اي نعم وحتى في الوقت يعني نعم هو اكثر انشغال بالمال، والمال اراد ان يربح بالمال واراد ان يكون جاه بالاولاد ولا فالخير روحه كيف؟ قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. وهذا هل يمكن ان نقول ان هذا دليل اخر ان العقل لا يقدر حقيقه الربح والخساره في الدنيا؟ نعم اللي غير الشرع ولا نعم الشرع نعم الشرع فأولئك هم الخاسرون. إذا هم الخاسرون. كل من ألقى أولئك هذا اسم إشارة. فأولئك هم الخاسرون. كل من ألقى اسم إشارة أن ما يأتي بعد اسم الإشارة هو سبب لما جاء قبل الإشارة. بما جاء قبل الإشارة. هذه قاعدة تفسير تأخذها. أولئك هم الخاسرون. لماذا خسروا؟ نشوف لأنه فعل ذلك. كل ما تلقى أولئك هو يعني اسم إشارة ومن بعد الحكم، الحكم هو السبب ذلك ما قبل الإشارة. العكس. ما يأتي بعد اسم الإشارة هو بسبب ما جاء هو بسبب حرفي بدل هو بسبب ما جاء أحسنتم ما جاء بعد ذلك هو بسبب ما جاء قبل الإشارة. إذا ما قبل الإشارة هو سبب للحكم اللي بعد. ناخذ في سورة البقرة ألف لام ميم وذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك وأولئك على إيش؟ بسبب إذا اللي يأتي بعد مسبب عن بسبب ما قبله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا أراد الربح إذا ومن يفعل يعني علل ما يأتي قبل اسم إشارة هو علل لما بعد اسم إشارة وعلل لما بعد. إذا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال وأنفقوا هناك فرق بين حصر وقصر. لا كيف كيف؟ لا حصر وقصر كيف كيف؟
وأنفقوا مما رزقناكم قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هنا هذا شنو نهي ولا وهذا أمر. هذه أحكام شرعية أوامر ونواهي. الله سبحانه وتعالى قال وأنفقوا مما رزقناكم من خير. الله سبحانه وتعالى يأمر أولياءه باش بالإنفاق. إذا كان المنافقون يأمرون أولياءهم باش بعدم الإنفاق، تسليك في اش قالوا؟ لتنفقوا على لتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفق. اذا كان المنافقون يامرون اولياءهم بعدم الانفاق فان الله يامر اولياءه بالانفاق. وانفقوا انفقوا فعل جزم فعل طيب وانفقوا هنا الأمر يحتمل الواجب ويحتمل المندوب يحتمل الواجب ويحتمل المندوب. هناك إنفاق واجب وهو زكاة وإنفاق مستحب صدق. طيب إذن وأنفقوا هل قال إنفاق واجب ولا مندوب؟ إذن أمرنا لنا اثنين، إذن أطلق فنطلق. فهمت كيف؟ ما نحصلش في حاجة بعد التعليق. ما دام الامر قد يكون امر بالواجب وامر بالمندوب لنا ما بينش قد انفق من رزقناه. هناك انفاق واجب وهناك اذا امرنا بالانفاق الواجب وامرنا ايضا بالصدقه اللي هي الصدقه نتاع النفع. طيب اذا هذه الاولى وانفقوا. اذا الله يامر اولياءه يا ايها الذين امنوا باش بالانفاق، ينهاهم عن نهاء ثم يامرهم وأنفقوا مما رزقناكم. أصلا شنو من طيب من شنو؟ حبجر. حبجر ممتاز. حبجر علاش ولد من ما؟ إدغام شو يسمى غير؟ متماثل. لا لا إيش؟ متقارب. إيش يسمى إدغام؟ إدغام من ما؟ وإذاك تشدد باش تظهر العلم. من ما رزقنا وما شنو هنا؟ موصول موصول اسم موصول. طيب مما رزقناكم من قبل لهنا من حرف جر شو يفيد؟ طبيعي. ممتاز. طبيعي ما معنى الطبيعي؟ من بعض ما بعض من كل علاش نقول الطبيعي؟ باش نعرف فيه ان ربي سبحانه وتعالى لم يكلفنا فوق طاقاتنا شيء من كثير. انفق شيء 2.5 في المئة من معدة لا شيء. العفو عام كيف؟ نعم نعم. خذ العفو. خذ العفو. ما معنى العفو؟ قليل. خذ العفو. مال الطيب. زائد على الحاجة. وكلمة العفو منين جات؟ محط الريح. عفت الريح والأثر محط. إي نعم محط. والعفو أصله منين؟ هو الدابة تحط لها إناء تاع ماء كي تشرب إذا ارتويت تتعافى اللي بعده. فما يفضل يسمى عفو. الدابة عندما تحط لها ماء أو أكل إذا شربت شريان يعفو.
ما عادش تزيد لو كانت تعمل اللي تحب. اذا كان متوت ما عادش تزيد ولو طريف ما تزيدش باللي تحاول. اذا شبعت ايضا ما عادش تزيد. لكن الانسان حتى كاس ماء لا يزيد كم كاس هذا لكن الحيوان لا. الحيوان يعني ياكل بقدر. فما فضل عن الشاربه لتشرب الماء سمي العفو. ما فضل عن الشاربه ايضا لتشرب الدابه تشرب ما فضل يسمى العفو. اذا الزاد وهنا قالوا العفو ما زال الحدث ليه تشرب تقول شيء والباقي يعطي الغير. اذا قال خذ العفو اي ما فضل ما زاد عن حاجتك. لان اصل العفو ما زاد ما فضل عن الشاربه اصل اللغه العربيه. اللهم انك عفو كلمتك بالعفو. حاجه اخرى عفو تعفو اي تمس نقول عافت الريح لان كلمه عفا عندها معاني حكيت المعنى الاصلي والمعنى عفت الريح اي مسحت الاثر. يعني واحد يمشي في الرمال ثم يجي الريح تقول عفت الريح والاثر اي محته. نعم هذا في المعنى الثاني. محا خذ العفو بمعنى الحاجز. لا خذ الحاجه الزائده لا تكلفهم فوق طاقاتهم. الحاجه الزائده عليها في لباس في اكل في اي العفو شيء زائد. انا جبت لك انا العفو يعني كده اي لا تكلفه معنا تاني وامر للرسول للرسول صلى الله عليه وسلم. قم بعد اليوم الذي ولي الامر ان انفقوا مما رزقناكم. اذا في رحمه من الله لم يكلفنا الا ما هنا من مما رزقناكم. في الامر دائما يعني ايه مفهوم الممدوح دينا من طرق اخرى يعني مش من فعل الامر في حد ذاته. لا نعم يعني مش اي امر نفهم منه في الايجاب وفي الندب. مش حسب السياق بتاع الواحد. حسب السياق. لا الاصل معنى الاصل في الانفاق. الاصل في الانفاق اذا كان النص عام ما ثمش فيه تخصيص فيبقى العموم. اذا جاء مطلق يبقى مطلق لا يقيد الا بنص او بشيء اخر يقيد. فالاصل هنا انفقوا ما قالش خليك عام. اذا تم لو اراد شيء الواجب رقى وحدد مسار كما قال انما الصدقات للفقراء حدد ولا الصدقه المقصود هنا. ومن الانفاق ديما يعني واحد الانفاق مسيد. وانفقوا مما رزقناكم. رزقناكم ما معنى الرزق؟ رزق والعطاء الالهي هكا ولا؟ طيب ايش يكون رزق؟ مادي قد يكون مال هكا ولا؟ قد يكون شنو؟ صح علم صح علم صحة نعم زواج ايمان زوجة او زوجة نعم. اذا الرزق هذيك لا الرزق مال علم صحة جاء. قال مما ينفق منه وانفقوا مما رزقناكم من المال من العلم من الصحة من الجاه. الصحة كي تهز العقول يعني ولو تدفع معاه سيارة علم مال جاه عندك تتوسط الكوب في أمر خير. إذا وأنفقوا الإنفاق ليس مالا فقط إنما يكون يعني في كل مرزق ربي سبحانه وتعالى. فمما رزقناكم من الذي رزق؟ الله رزقنا. اشتري منها اشتري منها مما رزقناكم. رزق الله. يعني انت تعطي شنو هو؟ نعم. حلال. مش حلال. طيب حاجه مش حلال. رجع. ليس حلال. اي. ليس حلال. هو رزق من الله. ايش يا ربي فيك؟ تعرف مما رزقناك وتعرف الخطيك، ايش يا ربي فيك؟ ايش نحيلك؟ حب الامتلاء. الشح. الشح. اذا عرفت كي قلت مما رزقناكم راه خطيك. وإذا خطيك ليس من عندك يعني. ليس من عندك. إذا كان مش نتاعك وانفقت منه، ما يعني ويتربي على عدم الشح ونسخ الشح منه. إذا كان عرفت أن كل نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كلمة رزقناكم نحن اللي رزقنا، أنت تعطي شنو دورك؟ وهذا الأولى. إذا الأولى نحي الشح، تربي مؤمن على عدم الشح، وأن العطاء أروع أعطاني ربي سبحانه وتعالى، المال مال الله. مال الله. إذا هذه اثنين جعلكم مستخلفين فيه. اثنين نعم اثنين أنها شكر ما تعطيه شكر لله. إيحاء بأن ما ستعطي ستنفقه هو شكر. الله رزقك إسقاط الرزق هذا إيش؟ شكر. وما هو الشكر؟ أن تعطي من أن تنفق من أن تصرف ما أعطاك الله في الأحب إلى الله. هذا الشكر. الشكر أن تصرف
ما عطاك الله تلحم في قلب هذا الشكر. إذا توحي من الأول رزقناكم تربي المؤمن على عدم الشح، نعم صحيح، خاطر مش متاعك، كي تعرف مش متاعك ولي تعطيه أنت وسهل عليك. اثنين أنه باش تقوم بواجب الشكر، الله رزقك باش يهزو تنفق، هذا واحد واجب. إذا تقوم بواجب الشكر واجب. إذا الإنفاق، الإنفاق واجب، واجب لأداء الشكر الله، واجب لشكر الله سبحانه على هذه الحياة. والشكر تصرف الشكر أن تصرف، أن تصرف ما أعطاك الله، هذا أحسن تعريف لله، ما أعطاك الله في مرضاك في الأحب إلى الله. ممتاز. هناك تعريف آخر يا شيخ، كذلك ابن الأخت لخالد. هذه أتفكر. قل لي. أن لا تعصي الله. أن لا تعصي الله بنعمه. بنعمه. طيب. إذا أن تصرف ما أعطاك الله في الأحب إلى الله. أعطاك الله مالا فليكن الإنفاق شكره إنفاق في الأوجه اللي يحبها رب. أنت شكرت. أعطاك علما تنفق في الأوجه اللي يحبها رب سبحانه وتعالى. أعطاك قوة تنفق في الأوجه اللي يحبها رب سبحانه وتعالى. إذا كل شيء تصرف فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا هو، هذا الشكر. فللعينين شكر، وللأذن شكر، واليد شكر، وللرجلين شكر. ولا شكر العينين غض البصر شو هذا؟ هذا من شكر، من شكر نظر تأمل في ملكوت الله، تأمل في ملكوت الله، في آيات الله، في قراءة كتاب الله. شكر العينين ولعل شو أي شكرها من شكرها البكاء، من شكرها البكاء البكاء خشية من رب العظيم السماء. من شكر اليدين العطاء، عدم البطش كذلك. هاي الجيب. نعم. إذا من يعني الطبيعي. إذا وأنفقوا مما رزقناكم، رد بالك راهو رزقناكم ونحن رزقنا. إذا عليك واجب شكر هذا الرزق، وذلك بأداء حقوق الناس أولا ثم المستقبل. يعني الإنفاق هنا يكون واجب شيء. نجم نستفاد منه كونه واجب. نعم الواجب اثنين، يعني هو المندمتين. كتاب وأحسن أن الله يحب المحسنين. أحسن. الأحسن شنو؟ واجب. فما أحسن واجب وأحسن غير واجب. إذا يدخل فيه الاثنين. النص جرعة. النص جرعة يبقى على عمومي. سيدي ما نجمش تكون فما زوز قرائن. من قبل أن يأتي أعتدكم الموت. هي القرينة الأولى. ولولا أخرتني إلى أجل قرين تكون قرينة على الزكاة. معناها واجب. لا وأكون من الصالحين والصالح يعطي الإنفاق. عشان شفت لي غد غادي كان. إذن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل، من قبل. من اسمه؟ جاب حفظ ممتاز، حفظ قال من قبل. كان لو كنا في غير القرآن، لو كنا وأنفقوا مثلاً قبل، يعني إذا ضاف زين ده التوكيد. من قبل المعنى يصح ولا لا صح؟ انت فاهم فيها؟ نعم وانفقوا مثلا قبل ان ياتي احدكم الموت. طيب ما اذا كان زيد ثم معنى زيد لو كان صحيح صريح في معنى العموم اللي هو اليوم. ها؟ صحيح قاعده صحيح الزمان اغزل ساعات تلقى من ديما نحضر فيها في القران يعني ساعات تلقى قبل ساعات من قبل اغزل. إذا كان من قبل هذا يعني كي تقول قبل أن يأتيكم يحمل قبيل أن يأتي زمن قليل هكا ولا لا؟ من بعيد وقد يكون بعيد مسيب قبل طلوع الشمس لا يعني من دور الزمن قرب يعني الموت راهو بينك وبينه يعني حتى شيء تقول قبل أن يأتيكم قبل وقت يجيكم من قبل ما يجيك أبو تعرف يعني حتى بعد بسير ولو مش سوى من وقت يجي لا من قبل أن يأتيكم من بداية من البداية بداية من الآن حتى الهلال لأنه قريب لبيان قرب الموت فجئ من هذا لبيان قرب الموت الموت الموت. يذكر أقوام شيخ من قبل الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر أقوام هذا كله كذا للقوم نوح من قبل
من يعني كذا من قبل يعني من البداية. يعني علاش من أصل الابتداء الغاية الزمنية والمكانية في أصل تاعها. إذا القبل طويل ومن قبل من البداية تاعها. كما قلنا ما عندنا كان أصل حط هذه الحياة وهذا الموت وهذا القبل. هذا موت وهذا الإنسان لنا وهذا القبل كله. كي تقول قبل لازم تجي لهنا. لازم تجي لهنا. لازم تجي لهنا قبل مسيب. كي تقول من قبل ابدا من هنا. من تو. كي تلقى والذين من قبلهم يعني من لول بالكل والذين قبلهم لا. ما تكلمش مش 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 مش, مش من لول. إذا من هنا ابتداء الغاية. إما الزمنية والمكانية المعنى اللي نتاعها من ابتداء الغاية. إذا هذا هذا ظرف من من يعني من من الآن من الآن. الإسراع بالتوبة والإسراع بالإنفاق وأداء حقوق الناس من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أعطينا مثال شيخ على ذلك من قبل. من قبل. عندي من مال وعندي مال يعني من بداية ما يسمى الفلس. نعم. أعطينا عليها مثال. أعطينا مثال برشا. أعطينا. إذا من قبل أن يأتي أن شنو؟ حرف. حرف. نعم. أي حرف نصب نصب أن يأتي دليل أن يأتي هذا ولا إيش يسمى حرف نصب 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 من قبل إتيان إذا من أن يأتي من قبل أن يجيء من قبل أن يجيء أحد المقبل من قبل أن يأتي أحدكم الموت علاش الموت مرفوع وأحدكم منصوب الموت الذي فاعل وين مفعول به أحد أحد مفعول به وهو مضاف لكم مضاف إليه طيب مضاف إليه ممتاز من قبل أصلا من قبل شنو أن يأتي الموت أحدكم هو لأنه مش نسأل علاش تقدم في جميع الروايات أحدكم هو كان يقول الموت وقال لك أحد لأن العناية بالإنسان يخاطب فيه لأن العناية بالإنسان أحدكم يعني أي كل واحد منكم من قبل يأتي أحدكم الموت فالموت سيأتي لأن تركيز عناية بالإنسان المعني بالإنسان أن يأتي أحدكم الموت باش يجي كل واحد منكم ويجيك أنت يفارق قبل فيخاطبك أنت قبل الموت أحدكم تخصيص للاهتمام هو التقديم العامل على المعمول إما يكون الحصر أو الاهتمام والعناية لأن العناية والاهتمام أن يأتي أحدكم الموت لأن يا سمعت يعني راو يا إنسان يقول من قبل أن يتعلم يا إنسان راو الموت أقرب إليك من كل شيء كالموت كمان ونحن أقرب إليه من حبل من أقرب من كل شيء الله سبحانه وتعالى وأي الموت قريب إلى الإنسان قريب جدا ولذلك كم من نائم مات في نومه وكم من مسافر مات في سفره وكم من راكب مات على مركوبه وكم من صحيح مات من غير علة إذن الموت إذن أحدكم الموت لا تنبيه على وأنفقوا تنبيه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لا لا شيخ نجم يكون هنا فيقول يا ربي لولا أخذت يكون الموت هنا ملك الموت يعني مازال ما تخلصش الروح الموت يعني ملك الموت اي ملك الموت ما عرفش مازال الروح ما تقبضش لانه يعني يقول ربي لولا أخذت يتذكر اي نعم يتذكر يعني الموت هنا اش معنى؟ سكرات موت يعني احوال نتاع الموت من احوال الموت وانفقوا من رزقناكم من قبل ان ياتي عليكم الموت يعني اذا مازال يعني ما في حاله احتضار المقدمات مقدمات الموت مقدمات الموت فيها ما على ما كانوا قال مش فيقول اذا نتاقا انه مش يموت فيقول ربي وصوبي ان مطلع فيقول جيت بعد امر لمن لمن اي بعد امر اي القاعده شنو الفي وقت ايش تنصب مر وانا اي صحيح وعرض في حظي ممتاز احفظ البيت احسن الله يبارك فيك. اذا شفنا هذه ولا لا؟ لا شفنا هذه. لا لا ما يصيرش انا نسيت الفاء وقتاش تنصب؟ الفاء انت عارف المضارع وقتاش تكون تنصب؟
تنصب بأن مضمر على قول البصري فأن يقول تنصب قالك الفاء إذا سبقت ب الفاء تنصب الفاء تنصب الفاء المضارع الفاء المضارع إذا سبقت أيقرن البيت مر وأن وادر وسل وسل وأعرض لحظهم ثمن ثمن ورش ورش ثلاثة النهي ثلاثة قد كم ثلاثة النفي مرض سمعت ورش لا في أمر إذا كان في فعل أمر أو نهي ونهي وذر دعاء سل استفاء وأعطي حظهم يعني حرف تحضير عرض العرض هنا لحظيم التحضير لولا التحضير كما لولا تتمنى أي تمني وارجو الرجاء التمني والنفي إذا واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وارد الحظيم اللي قد الاثنين مع بعضها يعني عرض ثمانية واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا سبقت الفاء في المضارع بنهي أو بأمر أو باستفهام أو بتحضير أو بتمني أو برجاء أو بنفي فاء لهنا وأنفقوا سبقت باش أمر بأمر فيقول فيقول هل لنا من شفعاء هل لنا من شفعاء فيشفعوا نعم يشفعوا بالواو ولا فمن نور لا علاش حذف النصب علاش منصوب باش حذف النصب يعني بعضهم عايشون على قلم منصوب علامه النصب نتاع هل استفهام الان نقول بالضبط هل لنا من شفعاء سبقت باش استفهام إذا كان سبق ديما فيشفعوا لنا ما قالش فيشفعوا لنا لا خطأ فيشفعوا لنا يا في قراءة حفص يا ليتنا نرد ولا نكذب أسبق بإيش؟ يا ليتنا لا يخفف عنه عذابهم ينظر فلا لا يقضى عليهم ف يموتون ولا يموتوا يموتوا علاش نفي نعم لا يقضى عليهم اذا القاعده هي لنا القاعده اذا سبقت بامر او نهي او دعاء او استفهام او تحضير او ترجي او تمني او نفي فاذكر تنصب الفاء باضمار عند البصريين ومن غير اضمار عند الكوفيين فيقول ربي فيقول الفن على منصوبة ربي شنو لنا أعراض ربي منادى 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 ايش ربي ايش خذ واصل شنو ساعة قبل منصوبة اصل يا ربي هكا يقول لا هذا اصل يا ربي لكن هو الزمن لتقليل الزمن والمسافة بينك وبين ربك فتنحي يا وتنحي يا في الدعاء كل ما تلقى ربي بلاش يا كي راي دعاء ربي هب لي من الصالحين ربي لا تذرني فلا هسا يا ربي كي تلقى يا ربي مش دعاء يقينا في الرسم لأن الدعاء تحب قرب والقرب نحي الوساط وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا أنا قريب نحي الحروف أنا خليك من أحد هاي ما عشنا يقول حتى النبي حتى قلت إذا لنا ربي يا ربي أصل حذف حرف النداء وحذف الياء ربي لولا أخرتني إلى أجل يا ربي لولا قول هنا خاصة العدو مزروع من الخسرة بعد يا ربي ما بيحب أقصى ما يوم لولا أخرتني حرف تحديد
هذا التحريم الطلب التقريب اي هو الطلب الجزم يحسن الجزم وحزم وجزم حسب اذا طلب بحث وحزم طلب جدي لولا اخرتني الى اجل قريب اذا قد ياتي للتنديم معنى اخر قد يتحرك امتناع الوجود لو كان شيخ جيت الفاز اذا تنصب هذيك فهو تحذير فاصدق نعم فاصدق انا جاي بس انسحب لان كيف انا نفس الفعل بالضبط نعم اصدق اذا لولا اذا حرف تحضير وتعريش طلب لولا اخرتني يعني هلا اخرتني عرض والتحضير هلا اخرتني فيها معنى هذا ايضا هلا اخرتني اخرت انت التاء تعود تشكون على الله طيب لولا اخرتني اخر هكا ولا فعل شنو هذا؟ مضاد فيقول فعل شنو؟ مضاد فيقول ما قالش لولا تؤخرني لولا تؤخرني الى اجل لولا تؤخرني الى اجل مسمى معلش فات لان هاي تؤخرني يعني فهم فسحه تولى المرتقى اذا المحذور اللي خايف منه وانت مجد الموجود تولى لولا تؤخرني على الراحه اما لولا اخرتني سي لم احصل الموت بدا باش يموت بدات الملائكه يعني تخرج في الروح نعم اخر انسان ده الامر سعيد ولذلك يبدو ما يدروش المضارع يعني فما فسحه لا لا اخذني بالماضي هلا اخرتني اعطيتني فسحتي اخرتني الى اجل اخرتني الى اجل لو قال اجل تحت من شنو؟ قريب والا اعطيني فسحه طويله لانها قاعدين حتى شويه لماذا؟ يبدو ولو فسحه قليله جدا من الوقت حتى يصدق ويكون اذا الى اجل قريب اي حتى المده قليله الا يدل هذا على انه حتى الاجل القريب يمكن ان يعني ان يفلح العبد في نعم نعم يعني نعم 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 مش يصلح الى اجل قريب مهله اي مهله قصيره جدا حتى اصيح الورع حتى شوي ولو قطرين ولو شوي حتى لازم قال قريب قال الى اجل تحتمل قريب تحتمل بعيد لكن دقه قال الى اجل قريب ولذلك الانسان ساعات يبدا يضيع في الاوقات نتاعه يضيع في الاوقات نمشي منه بعد نمشي 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 يعني يضيع في الاوقات هكا فلان يلوج في وقت يعني قليل جدا عنده اوقات ساعات واحد تلاقي يعني كانت ساعات الانسان تحس عنده كانه فراغ ما عرفش كيفاش يولي فهذه كان يعني يبدل في الاوقات يلوج في وقت قريب جدا لولا اخرتني الى اجل قريب ايش تعمل؟ ايش باش تعمل؟ قال فاصدق لماذا جاءت منصوبه لهنا؟ تحضير ممتاز التحضير لهنا اذا نقع كما لهنا امر فيقول لهنا تحضير الصدقه لماذا اكون مش مزيد مسماش يعني مزيد مسماش انا ضوي كلمه كلمه ان شاء الله قال اصدق هو ما قالش اتصدق شو ما قال اصدق ما عجب سيديش قلت ما قال عجب ما قالش في اتصدق اتصدق هاك ولا لماذا شفنا الفاعل اسم منصوبه تخلد شفنا الفاعل اسم منصوبه يعني الفاعل بعد منصوب بالفاء فان اصدق لأن المضمر لأن مسبوق الكلام فأصدق وأصل أتى صدق أتصدق وهو قال أصدق قديش كم حرف هذا؟ خمس نقص المعرفة خمس وهذو نقص المبنى نقص المعرفة لا ترى نفس الوجود شيخ ما الشدة الشدة فقط مش على الشدة نعم واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ليش الشدة؟ تصدق الحروف يعني الصدق اي لا مش التجديد فقط نعم يعتبر لكن في النطق نتاعو باش تنطق واحد مرة المدة الزمنية تستغرقها في الصدق أكثر ولا تصدق؟ الصدق لأنه هو يحب هو مزروق يلزم يختصر الكلام
لاختصار الزمان ايضا قال اتصدق، ما قالش اتصدق، الوقت مزول، الملائكه قاعده تعمل في العمل نتاعها. لا لا، هو قال واكون من الصالحين، لكن يختصر في الوحده، يختصر في الزمن، يختصر هذا من ناحيه. اذا الاختصار قال اتصدق ولم يقل اتصدق، اختصار في الزمن لانه مزلول، لان الانسان ربما حب يزيد ياكد معنى انه يتصدق. يعني بالتاكيد الصدق بالتاكيد على الثاني. نعم احسن، يقول الصدق فيش تبدا أسرى ولا فما شد؟ شد. وفما شد؟ قديش عندنا شد؟ زوج. إذا من ناحية الأولى ما نزلوش، من ناحية الأولى من حيث الحروف هذه أقل. الزمن هذا أعلى. إذا من حيث الزمن الصدق أقل، ويحب يربح الوقت. هكذا ولا؟ يحب يربح الوقت. وأيضا يحب يأكد. فربحه أكد. لأن التجديد التضعيف والمبالغة، أي سأتصدق يقينا. إذا أراد المبالغة واختصار الوقت. والإكثار من الفاء. نعم، حذف الفاء التاء وجاب الشد ونقص من عدد نتاع الحروف والوقت نتاع الزمن. إذا لأمرين. إذا قال أتصدق ولم يقل أتصدق، أولا لاختصار الوقت، ربح الوقت، كسب الوقت، المدة الزمنية أقل. اثنين أيضا للتشديد الموجود في الصار اللي ما كانش هنا. والتشديد فيه تضعيف، تضعيف العمل. طيب. صدق صحيحة شيء. نعم صحيحة يا صدق بال معنى عربية عربية. نعم معنى مش كل كلش معنى من شيء. لا صحيح، لا صحيح، لا صحيح. خلاص نخرج من دون أعبد ولا أذكر، خلاص خلاص أصدق. طيب هو أخذ خلاص يعني في هو. من تعبير ثم الإقبال. ما سورة في سورة بنذا لا تنفق ولا من عند رسول الله. هو شو اللي يقول أصدق؟ اللي قال لا تنفقوا مش يقول حد صدق. هو شيخ الأبي في الآية. السورة مربوطة مع بعض هاي كمينة. الأبي في الآية هنا شفنا فعل الماضي أخرتنا أخر فعل الماضي. أنا أقول أن هذا الحوار بينه وبين الله عز وجل هو بعد الموت أصلا. أبدا 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 أبدا, أبداً. لا بعد موت لا. هو يقول يأتي، لا هو جاء الموت أحد الآن ما قالش مات، أن يأتي أحد الموت، يعني جاء المقدمات نتاعو، جات المقدمات نتاعو. قال فأصدق وأكن من الصالحين. الإشكال وأكن، ما قالش وأكن. شيخ ماجد يقول أن الجواب قسم مقدر قسم؟ لا القسم ما يلزمش. الجواب شيخ. جواب القسم مش ملزوم. المسك صحيح ولكن الواحد القاعده لا. التوكيد تاكيد كما اذا اخرت جواب شرط في الاصل. خلينا نشوف شوي شوي شوف ما يسوي ايش معنى الشرط. هو شرط فاذا تصدقت اكون من الصالحين. اذا تصدقت اذا اخرت اكون من الصالحين. اي صحيح لولا خلاص لا يا باكي. طيب الاصل ان الاصل بفهمنا الواو حرف عطف. العطف كلمة على كلمة ولا جملة على جملة؟ جملة جملة. لو قلنا كلمة على كلمة سكون أكون هذه. وأكون. لأن حرف عطف إذا كان عطف لفظي يعني مترادف. إذا لفظي لشيء شو يولي؟ يولي جسم ال ال معطوف على المجرور مجرور، معطوف على المنصوب منصوب، مرفوع مرفوع، نفس الحكم. طيب. قال فالصدق وأكون، إذا هو عطف لأن ناخذها أنواع عطف جملة على جملة. وليس عطف مفردات، عطف جملة على جملة. مش عطف مفردات. لو كان جاء عطف مفردات الصدق وأكون، تولي معطوف على الصدق. إذا وأكون جملة أخرى جديدة. هذه ديجا يعني الأولى بدات حل الطريق. شيخ يعني هو يعني أولا يتصدق ثم يكون من الصالحين، يعني ليست يعني في نفس المعنى. يعني ترتيب. لا ليش يقول فأصدق وأكون من الصالحين. فأصدق يعني لولا أخرتني فأصدق وأكون معطوف على المنصوب هذا الأصل. لكن قال وأكون لازم نبحث عليه علاش. إذا كان مجزوم لابد نعرف وقت لازم نشوف شنو يلزم. يلزم إما فعل تربش يلزم به وإلا شرط يلزم كما قال شرط باش يلزم. إذا مش نوجد الجملة دي لازم نوجد شنو اللي خلاه أكون مجزوم. احنا نعرفوا أن من جوازم إنه أخوات. إن وأخواتك تجزم ولا لا؟ آه. طيب شوف. لو كان قدرنا
وإن تؤخرني أكن من الصالحين. إن تؤخرني أكن من الصالحين. إن اشتعل حرف جازم، حرف شرط، حرف شرط جازم ليش؟ بفعلين. وين الفعلين؟ تؤخرني أكن. إذا أكن جواب شرط محذوف مقدر، يفهم السياق، يفهم من السياق، أي إن تؤخرني أكون من الصالحين. كل معنى طلب شيخ، إيش معنى طلب لو لا أخرتني؟ هو مش نوع عليه، أخرتني ماذا؟ معنى طلب ما معطوف. لا أخر. خلينا نكمل بعد ذلك. وأكون من الصالحين، إذا فما شرط محذوف لابد منه، لأنه يستحيل باش تكون أكون مجزومة وموجبة باش تكون جاسم له. يستعين. إذا نبحث عن جازم، الجازم شنو؟ لابد أن نقدر لها جملة. جملة وين باش نلقاها؟ نلقاها كان تكون في الشرط، الشرط لازم ناخذ المعنى. لولا أخذ هذا القريب فأصدق إن تؤخرني أكن من الصالحين. إن تؤخرني أكن وتولي. إذا لهنا معطوف جملة على جملة، إذا عصى جملة. لولا أخذ هذا القريب فأصدق إن تؤخرني وإن تؤخرني أكن من الصالحين. واضح تفهم المعنى هذا ولا لا؟ طيب. نمشي لها. هذا ما يسمى في اللغة العربية بالاحتباك في علم البلاغة. ما يسمى بالاحتباك. شفناه قبل ولا لا؟ لا. الاحتباك. علم البلاغة ما يسمى بالاحتباك. الاحتباك. هذا أسلوب راقي. وأنا أقرأ درس القرآن الاحتباك. شنو هذا الاحتباك؟ جيب جملتي. جملة أولى، جملة رقم واحد، جملة رقم اثنين. الجملة رقم واحد يكون فيها مكونة عناصر، عنصر أول، عنصر ثاني، وقد يكون عنصر ثالث. الجملة الثانية كيف كيف، عنصر أول، عنصر ثاني، وقد يكون فيها عنصر ثالث. البليغ شو يعمل؟ ينجم يجيب الجملة، إذا كان جملتين فما ترابط بيناتهم. قد يذكر هذا ويلغي هذا ويلغي هذا. اللي ذكره لهنا يولي يلغي مقابل يلغي مقابل مقابل تاع يلغي، واللي حذفه لهنا يحط مقابل تاع ضار. تولي عن لكن تعمل في الجملة ايش نعمل؟ عندي هذا ضار نقيس بهذين نطلع واحد، هذا ضار نقيس هذوما نطلع هذوما حذف. هذا الاحتباك كمثال. ها مثال. يمكن نعطيكم مثال. قد كان لكم آية في فئتين في العراق. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله. الجملة. واو تعطي جملة أخرى. وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. مثليهم يرونهم مثليهم تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. لاحظ أن قال فئة قال لنا أخرى قال فئة شو فيها صفة لنا أخرى كافرة. أشنو أخرى شو مؤمنة. إذا أنا مش عارف بها أقول مؤمنة. هل قال إيش بها اللغة الثانية؟ كافرة. كافرة. قال إيش عمل؟ لا تقاتل. لا لأن اللي تقاتل تقابل هاي تقاتل شو اللي تقاتل شو ما تقاتل؟ تقاتل عن سبيل الله. اللي قابلها. تقاتل في سبيل الطاغوت. في سبيل الطاغوت. لهنا لازم نقول الطاغوت. إذن فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. تولي جملة هذه معاكي. تولي جملة معاكي. إذن قال فئة لم يقل مؤمنة لنا قال كافرة. فعرفنا أنها مؤمنة بالمقابل نتاعها. لنا في سبيل الله عرفنا المقابل نتاعها ما قالش أنا إيش تعمل. قال وأخرى كافرة شنو في بالك؟ واضح ولا لا؟ لازم تعبيها أنت. هذا بيسمى الاحتباك. فيجيب لك جملتين
ينكر بعض عناصر الجملة الأولى ويحذف الباقي، واللي يحذفه في اللولاني ينكر المقابل تاعه في الثاني ويحذف اللي ذكره في اللولاني، وأنت تعرف وهي تسمى احتبال. واضح ولا لا؟ طيب عايزين نعطيك مثال آخر، نعطيك مثال آخر. قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب الظاهر فيهاش احتباك، فالظاهر هكا ولا فيهاش جملة واحدة. أن يضلهم من فعل؟ أضل أظل يظل، شنو المصدر تاعها؟ أظل لا أقبل شنو؟ أظل أظل إلا وظل ظلال ظل ظلال وأظل إلا هذا ولا؟ لأن نلاحظ قال أن يظلهم من فعل من أظل بمعنى الياء مفتوح يعني فوقها أن يظلهم ضلالا، اصلا كنا السماش يقول اضلالا لان الشيطان ضل. نفس الجمله من حيث التركيب اللغوي بس ان يضلهم اضلالا، ان يضلهم اضلالا لما كما قالش اضلال فجاء بالفعل وترك المصدر. اذا اتى بالفعل، اتى بالفعل وترك، وجاء بالمصدر نتاع فعل اخر يجب له وجه الفعل نتاعه. إذا جاء إذا مش عامل هنا مصدر، جاء فعل، هنا مصدر فعل ومصدر، إيش عمل؟ جاء بالفعل وترك المصدر تاع أقول لا، ولنا جاء المصدر وترك فعل، وليش ما؟ هاي نحط يظلهم، يظلهم نجيب المصدر تاعها لا يظل ما عادش يظل يظل يا من فتح يظل ولا اذا تريد جمله ويريد الشيطان ان يظلهم اضلالا فيظل ضلالا بعيدا. شوف التركيب نتاع الجمله كيفاش اصل معنى ويريد الشيطان ان يظلهم اضلالا شنو النتيجه فيظلهم ضلالا بعيدا. اش معناته؟ هو يحل الباب وهو يكمل، هو يحل الباب وهو يكمل وحده. يريد أن يظلهم، خش معاك، لا هم بعد واحد، حالة البدء وشاوروا، أن يظلهم ضلالا، النتيجة فيظلهم ضلالا بعيدا، يولي يمشوا، واضح المعنى ولا لا؟ إذا انتبه يظلهم ما قالش ضلالا، هذا هي اسمها احتباس، جملتين في جملة واحدة، جملتين في جملة واحدة، إذا نرجع تو نطبق خلايا عن يعني. عندي جملتين وعندي جملة أولى. لولا تأخرتني إلى أجل قريب فأصدق وترك. واضح لا؟ زي الجملة الثانية الإبن ذكر واحد قال وأكن من الصالح. شفت الجملتين كيفاش اصلا؟ أنا مش جملة، كل واحدة جملة كيف؟ إذا وأكون من الصالحين فأصدق باش نقول هنا و شكون الكلمة وأكون أحسن وأكون وأكون من الصالحين. لهنا شنو نعبي هذه؟ إن أخرتني أو إن تؤخرني، إن أخرتني إلى أجل قريب، إيش نعمل؟ أصدق وأكن من الصالحين. هذا هو الجمل، هذه هي التركيبة تاع الجمل. إن لولا أخرتني إلى قريب فأصدق وأكون وأكون معطوف عليها على العطف مفرد على مفرد.
وأكل. لولا أخذ جنب فجنام أصدق أو أكل صدق إن تؤخرني إن أخرتني الأجل القريب شامل أصدق وأكون معطوف على الصدق وأكون صدق. إذا جابوا اشتروا الجملة الأولى وخلى الثاني وجاب اشتروا الجملة الثانية وخلى الأولى وأنت تعمل هذا الاحتلال. هذه بلاغة القرآن وهذه بلاغة القرآن وهذه بلاغة القرآن فأصدق وأكون صالحين. اتبقى السؤال لماذا قدم الصدق على الصلاح؟ لأن الصورة محكية على الأموال وهي الحب بعد ما قال لا تنفق هذا الإنفاق قد طب وأكون لكن أكون من الصالحين جاب السكون أكون لا هذه جزم لا هذا جزم على جزم لا سكون على جزم أما أنا صلاح ولا صدق؟ صلاح صلاح عام صدقة من جملة الصلاح المصالح يكون يصلي يصوم يصدق أيضا إذا هذه أعلى من هذا فجاء هذايا بالجزم وهذه بالنص أراد أن يقول جازما أني سأكون من فجاء بالجزم أي جزما سأكون من الصالح لأن الصلاة جزما تأخذ جزما فجاء حتى السكون عبر على نعم القرآن كلام كلام عنان إذا وأكون جازما جاب السكون جزم لنا جازما سأكون من الصالحين آخر إذا شرحت أقبل كلام سلي ومن بعد وليس صالح إذا وأكون يجزم إذا السكون علامة أنه جازم في النية نتاعه هذا من 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 أسرار البلاغة تاع القرآن وأكون من الصالحين إذا سأكون من الصالحين وأكون من الصالحين فهم شوي الاحتلال ونزيدكم شوي ماذا نقول حقنا قلنا مثلا وأنبتها عنه وأنبتها ماذا كان أصح حسن نباتها إنباتا أشوال ف فنباتا نباتا هي طارت هو أنبتها وهي طارت لحد هو أنبتها الله سبحانه وتعالى فسعاد هي طارت لأن فيها الخير هي طارت إذا أنبتها فنبتت هي أي طارت فنبتت يعني ليش يدلك المعنى بتاعها طيب أنبتها إنباتا فنبتت نباتا حصيلا توعى إذا تمشي من البحث لولا أخذنا طريق صلى الله عليه وسلم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما لن حرف كف غصب وس تستطيع ان اخر الله فاعل نفسا لن هي نافيه اقول لا ونفسا نكره في الامر ممتاز نكره اذا النكره في سياق فتفيد اي نفس على الاطلاق لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها هذا حكم سبحانه وتعالى نفس النكرة جاءت في سياق النفي إذا تعم كل الأنفس والمقصود النفس نفس الروح النفس يطلق ويراد بها الروح يطلق ويراد بها الروح مع الجسد يطلق ويراد بها القوة العاقلة المدركة المفكرة في الإنسان كذا معاني النفس شفناها من الله النفس عندك هذا معاني في القرآن نعم الأول أول حاجة النفس جاي من النفس والنفس ما يخرجه كل ذي كبد كل واحد عنده كبد يعني عند رئة كل رئة يخرج النفس من فمه ولا من الأنف فذلك يسمى نفس وكل نفس النفس إذا النفس من مأخوذ من النفس بتاع المخلوق النفس تأتي بمعنى روح أحيانا تلقى كلمة نفس في القرآن يعني معنى روح أحيانا تلقى الروح مع جسد مجموع الروح مع جسد والغالب تقع النفس بمعنى القوة
العاقلة، القوة العاقلة المدركة في الإنسان. الإنسان وهي محل الخطاب والعتاب. إذن القوة العاقلة المدركة المفكرة في الإنسان وهي محل الخطاب والعتاب. إذن كل ما نقول رفض نفسه يجب ما تخرج ليش من واحدة ممكن في قاعدة عام كل ما نقول شكرا لا أنا أقول لكم دخول الحب في قولة الثانية في الثالثة أقول لكم على آيات من القلوب. الله سبحانه وتعالى يقول ولو ترد الظالمون في غمرات الموت غمر ورا غمر غمرات الجمع والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم يعني شو اللي بيشوف الروح طيب الروح مع الجسد والروح هو العقل يوم تأتي كل نفس تجادل روح جسد تجادل تجادل شو يجادل الجسد يجادل متسر ساعات ما تقولش لزيد يوم القيامة ليش وقال جودي ما شئتم عليه قال الله وما كنتم تستترون أن يشهد فالقوة العائلة يوم تأتي كل نفس تجادل يا أيتها النفس في خطبها خطب القوة العاقلة قولي أيتها النفس القوة العاقلة المفكرة المدركة في الإنسان أيتها النفس يا نفس توبي توبي يعني أرجع إذن القوة العاقلة الروح تجادل تجادل عن نفسها ثاني عن جسد روح جسد فألهمها فجورها وتقواها لهنا شنو هي القوة العاقلة الفجورة والتقوى إذا هي متى تقول الناس تجادل وتجادل هي قوة العاقلة عن نفسها عن باقي الكل باش تمنع الكل تمنع الكل كادر وغيره تجادل عن نفسي إذا ترجع للقرآن ترجع النفس الروح مع الجسد المدرك المفكر إذا لن يؤاخذ الله نفسا سمعت روح إذا جاء أجلها إذا جاء أجلها فهي بعض الماء استنبط من الغاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة المنافقون هي السورة رقم 63 في القرآن سبحان الله سورة في القرآن رقمها في المصحف السورة رقم 63 والنبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره ولم يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لأن فهم العلماء أن استنبط من السورة إذا عدد السورة بتاعها يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يؤخر نفسا على الإطلاق بما فيها نفس النبي صلى الله عليه وسلم والسورة 63 جاء ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله هذه جملة اعتراضية والله خبير بما تعملون جملة اسمية دوام ثبوت الله خبير سبحانه الله خبير كذا خبير ما تعمل خبر خبير خبر بما تعمل الخبير ما معنى الخبير العامل هو وطن الامور وضوئي عالم العالم ببواطن الامور إذا هو العالم الباطن، شو هذا باطن مولانا ما تعملون؟ هو عمل أي لأعمال الجوارح وأعمال القلوب فما هي أعمال القلوب؟ النيات محل النية فيه القلب إذا من أعمال القلوب النيات النيات من أعمال القلوب الرجاء الخشية الخشية الإخلاص وهكذا أعمال القلوب نعم إذا بما تعملون ما تفيد العموم من سياق العموم موصول أنت تحت الاثنين
بعملكم مصدر تحت الله خبير بما تعملون، يعني سبحانه وتعالى مطلع على هذا. وهكذا تنتهي هذه السورة. شيخ في العموم يعني بما تعملون يعني قد تكون يعني موصولة أكثر. نعم. بالذي تعملون، نعم بالذي تعملون. بعمل بالذي أو لو قلت بعملكم جاهز هنا في السورة المصر. نعم. شيخ. وكأن فيها رقم بأول السورة. اللي هو نعم. الله يعلم أن المنافقين بكذبون. بدءا على نعم. هذه بدء عون على بدء. خذ بس أي بدء. عود على بدء قاف والقرآن المجيء آخرها فذكر بالقرآن عود على بدء سبح لله ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم دخل في الصف فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا الظاهرين مظهور الغلبة يعني الغلبة تكون إما بالحجة أو بالسيف العزيز السيد والحكيم بالحجة وعلى الحكيم عودا على ذلك. إذن أيضا الناس والله خبير ما تعملون نقف عند الحد هذا السورة ما شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في السورة بعد سورة التغابن إن شاء الله والحمد لله والله كلمة كلمة عم تسمع الماضي كلمة شو هو؟ ها؟